نتكلم على مقابلات الغد للمغرب تنزانيا كونغو ديمقراطيه زامبيا على لا احنا نتمنوا شنو رانا دي سوبورتور تاع تنزانيا بيان سي بيدخلونا اللي راهو كانوا كيتمنوا تنزانيا وضربة زوج المغرب بثلاثة. اسمع اسمع التمني اسمع كيتمناو تنزانيا مباراة ماهيش راح تكون سهلة حتى المنتخب المغربي راح يصيب صعوبات مع المنتخب التنزاني. يلا انا نقول لك عادل عمر واش مدرب جزائري وان شاء الله يدير لا سوربريز. راشد بن طالب راه دار لا سوربريز شد 3-0 مازال ما درتيش ابوني واش كتسال دير معنا ابون زير معنا الصمت يلا حبس 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 قبل ما نبداو السبونسور ديال هذا الفيديو هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تربح فيه المال واللي بغيت تسجل الرابط راه كاين تحت من هذا الفيديو الا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح $130 اللي هي 26000 ريال. السلام عليكم اين انتم يا دابا عاد اين انتم يا كراغيله طنزانيا ومشات ارى الكونغو يا الكراغيله شعود الكونغو لعلا وعسى سيروا من دابا قلبوا على التونيات ديال الكونغو وصبغوا ريوسكم واجوا حتى انتم تشجعوا الكونغو لما لا جربوا حدكم لا حياه لمن تنادي شتي شحال ضحكت في القهوه كنتفرج انا مشيت باغي نزيد ديك الاجواء ديال القهوه وكذا ما راه عندي في الدار هنا نتفرج فيها دوك الاجواء مره كان الاول الجوج كنتخيل الكراغله في ديك الهجمات ديال طنزانيا سير سير فين غادي يمشي فين هو غادي اليوم غادي نشوفوا رد فعل محللي ديال الجزائر بعد الهزيمة اش هادشي يا الكراغلة اش هادشي يا الكراغلة على بركة الله قبل ما تمشي نشوفوا الفيديو اللي صيفطتو لنا اول فيديو مراكا ديما مراكا اسمحوا بالجزائري وكيشوفوا المغرب عزيز على الافارقة شو كي يسمح في الكرغول الكرغول اللي جمع الشرويطة ديالو زاد بحال مراكا ديما مراكا واش انت يا قدي يا واش انت قدي يا بسرباعي شو كي دار مشى شتي الحقد ديالهم شتي الحقد ديالهم الاخوان حج مشى للمغربي زعما علاش مشى للمغرب ودار زاد بحال طواش الشرويطه ديالو يا جماعه ايش طايطك الناس ما جزائري في الطاكسي شاف الدرابو ديال كوت ديفور ديال المغرب وهذا قال لي دينا شاد الدرابو قال لي ديما مغرب قال لي ديما عاود سمع عاود سمع عاودك من الاول سمع ما عيش طايطك الناس ما فيش ناو ساني سيلو درابو دو كالبي ديما جيت كاسكو تشي ما دي توتالا جيتك بتت سي دو كالبي ساني تشي ما دي توتالا ما دي لجيري مروك خلي الجزائر سمعتي نحي المروك وخلي الجزائر شوف هاد وراه كاين دابا في الكوت ديفوار وكاينين بزاف في الكوت ديفوار اللي كانوا كيسبوا المغاربه رغم ذلك ما كنديوهاش فيهم حنا كنديوهاش فيهم كاينه صوفيا بلامان كاين داك كريم في التيك توك راه دابا صافطوه قالوا لهم الجزائر سير هذاك راه التيك توك هذاك واش حنا واش ديال التيك توك غادي يقضي لك مع 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 لي زانفلونسر ديال المغرب مع المؤثرين ديال المغرب السبوعه يقضي معهم واحد كيجمع كيسعى في التيك توك صفتوا داك كريم ديالهم ديال سير لعل واسع عسى انت تعطي الصوره اش من الصوره عندكم يعطيها زوين اش من الصوره عندكم واش ما التصرفات كيقول مو الطاكسي حيد الدرابو ديال البلاد ايسي يا شو كيجو لا موريت بو ايسي جو لالجيري الو ما بغى كاع يضرب هذا مالك صاحبي اللي محبوب راه من عند الله ماشي انت اللي غادي تجي تقول لي حيد الدرابو دير الدرابو حنا محبوبين من عند الله تزادينا هكا عطانا الله شويه ديال القوه وشويه ديال القبول للمغاربه اش غادي نديروا لك حنا مازال كيغوت بغا يحيدها بيدو كاع بغا يحيدها ولا كانوا والله الا هاد الكراغله بوحدهم ندوز الفيديو اخر شوف راه ما عندنا حتى شي عداوه مع تنزانيا ولكن تنزانيا عرفتي اش كنت
اش كنقصدوا بطنزانيا دابا؟ راه الكراغله، راه اللي شجعوا ضدنا عارفين كراغله توانسه مصري. انت خليها ساكته، خليها راه خلي القضيه نعس. المغاربه النشاط، المغاربه النشاط، ولا قدر الله كون هزمنا غادي نتقبلوها بصدر رحب ونشوفوا فين عندنا المشكل فين كذا، ماشي بدا نبكيو بحالكم الكراغله. دوزوا الفيديو اخر. اللي جاي في الطياره ولا في السياره واللي جاي على رجلي، والله المغاربه الى الابداع الابداع الابداع. هذه دابا راه في البلاصه طن طن تجمعوا يمكن وريقلوها شويه، هز من هنا هز من هنا لصق هذه دير هذه جات هي هذه. سمع سمع، وخص دابا الجمهور بدا يحفظ هذه، راه ساهله تحفظ هذه. سمع سمع ديال المغاربه الى كاينين كي ما محتاجاش حنا نقولوا كاينين فرضوا ريوسهم لا في الاحترام الابداع التشجيع والنشاط وضحك الابتسامه كاع دوك المؤثرين وكاع اللي كيديروا لي فيديو وكيضحك مع الايفوار كيخليه يضحك كيكون الايفوار مهموم والمشاكل كيخليه يضحك هنا انتم ياك شجعوا الكونغو الكونغو قريبه شجعوا الكونغو لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الكراغلة هادو عالم عالم. ندوزو الفيديو آخر. هاك التيكي كيف والله ما عمركم درتوها ديال الكراغلة إوا دابا بيناتنا عمركم درتو بحال هادي السيدة هز لي تيكي في يدو وكيدور لك يشجع المغرب ولا بغى يدخل مع هاك الكرم ديال المغاربه على حياتها لمن تنادي. كنعيو ريوسنا مع هاد الكراغله عمرهم يديروا عقلهم بزاف باش يديروا بحال هاد التصرفات مستحيل. شوف راح مسكين قال لي هاك والله الا ندمنا علاش ما مشيناش ونقدروا نمشيو ونقدروا نمشيو نخلقوها حتى حنا تما نديو غير تليفون ما كاينين نقولها وضحك عليها شي ضال الكراغلة نطلع بيوم مباشرة جي الكرغولي اش بان لك قال لك كاينين اربعة هاك الله يلا والله الا برافو عليكم تحياتي تحياتي للمغاربة الجالية واللي في أرض الوطن تحياتي لكم كاينين ايفوار قال لي ديما مغرب سمع ديما مغرب الأولى قال هذا الايفوار ديما ديما لا صبر قبل سمع الايفوار ايش يقول ديما مغرب سمعتي ديما ديما ميرسي بوكو راه هادشي باش كيحبونا الافارقه راه بالتصرفات ديالنا بالقلب البيض ديالنا نتوما ما عرفتش نتوما ما بغيتوش ديروا عقلكم اش ندير لكم انت الادب والاحترام وفرض الري والله الا المغاربه الا كاينين بالرب العلي العظيم دوزوا الفيديو اخر حتى السنغاليين عارفين قيمه المغاربه انت السنغالي جا قال لهم شجع السنغال والمغرب سالينا ما كاين لا كراغلا لا زبر تحياتي للسنغاليين المغرب المغرب مع السنغال تحيات السنغال ظراف عرفتي السنغاليين واحد الظرافة فيهم الاحترام والاداب وكذا راه كاينين شي دول في افريقيا اللي شويه فيهم شويه ديال زايدين نغزاو لكن بحال السنغال بحال الكوت ديفوار بحال الكاميرون بحالاش كاين ظراف مزيانين في التعامل في كذا قلب البيض بلاتي 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 واحد دقيقة
51 دقيقة. هذا اللهجة ديالنا، هذه لاكسون ماشي اللهجة، لاكسون ديالنا يمكن هذا تلقى فارفود الريصاني تينجد هذا هكا بحال هاد المناطق. القواسة التي بخ عليهم، بخ عليهم هذه في خاطر القواسة. القواسة الكراغلة والمصريين والتوانسة، بخ عليهم. أخوة القواسة، أخوة القواسة، زيدك واحدة أخرى، زيدو ليش دوز الفيديو اخر. نتكلم على مقابلات الغد للمغرب، تنزانيا، كونغو الديمقراطيه، زامبيا. هذا عاود لا احنا نتمنوا نشوفوا رانا دي سوبورتور تاع تنزانيا بيان سي بيدخونا اللي راهو كانوا كيتمنوا تنزانيا وضربة زوج المغرب بثلاثة. اسمع اسمع التمني، اسمع كيتمنوا تنزانيا. مباراة ماهيش راح تكون سهلة، حتى المنتخب المغربي راح يصيب صعوبات مع المنتخب التنزاني. يلا انا نقول لك عادل عمر واش مدرب جزائري وان شاء الله يدير لا سوربريز. راشد بن طالب راه دار لا سوربريز، شد 3-0 هذيك هي لا سوربريز اللي دار. شوف شوف المنتخبات الكبيره سقوطها على يد المنتخبات الصغيره. اصلا انا نقول لك انه المنتخب راح لاسبوعيا الكراغل. جمع اوراقك، جمع اوراقك راغل بنا بثلاثة. شو كانوا كيتمناو باش نخسروا وكانوا كيشجعوا، وكتقول لي دابا نشجع انا واش انا حمار، واش انا بغل نشجع انا الشعب كله كان كيتمنى ان نطيحوا انا نشجعوا. ما يمكنش. وقتاش الماتش ديال الجزائر الاخوان عاود ما كاين غير تقعد الباج الباج عاود نطلعوها ما كاين غير الاخوان. وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، ديما مغرب من طنجة للقويرة. السلام عليكم.